الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمة التي تلوناها من سورة النحل تشرح موقفا آخر من المشركين المناوئين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الشبهة التي كانوا يلقونها والسؤال الذي كانوا يطرحونه، كيف أنت بشر مبعوث إلينا؟ يعني كانوا يتوقعون أن المبعوث إليهم من قبل الله سبحانه وتعالى يكون ملكا مثلا، مخلوق غير بشري مو من سنخ البشر. الجواب جدا واضح في هذه الآية وفي آيات أخرى من القرآن، أنه هذه سنة الله وليس بشيء جديد عليكم يا قريش أو يا من تسكنون في الجزيرة العربية أو غير الجزيرة العربية. اسألوا أهل الذكر. هنا كلمة اسألوا أهل الذكر يحتاج إلى مقدمة. المقدمة لازمة حتى نأتي إلى الأحاديث المروية من أئمتنا سلام الله عليهم حول هذه الآية. عموما بعض الآيات مصادقها لقضية معينة، يسموها شنو؟ يسموها شأن النزول. يعني مثلا حادثة تقع في مكة في الآيات المكية في السور المكية، يأتي الجواب إلى هذه الحادثة أو هذا السؤال أو هذه الشبهة، تجيب عن هذا السؤال، هذا يسموه شنو؟ يسموه شأن النزول. يعني كل آية أو أغلب الآيات، مو كل آية، لها شأن نزول
يعني بأي مناسبة نزلت هذه الآية، هذا يسموه شأن النزول. ولكن ليس معنى ذلك أن لا تطبق هذه الآية على مصادق أخرى، أشرحها بشكل آخر. أنا لو من أباوع إلى عيونكم أفهم بعض العيون تريد الشرح الأكثر. بعض الآيات تؤسس قواعد فكرية، تؤسس قواعد فقهية حتى، ترشد إلى قضايا عقلية اللي يسموها إرشادات. هذه عامة تكون، يعني مثلا من باب المثال، إذا أنا يدخل شخص من هذا الباب إلى هذه الديوانية العامرة، أنا أقول لكم أنه من الأفضل هذا الإنسان لأنه كبير السن أو عالم، قوموا رحبوا به. طيب هذا مصداق، هذا شنو صار؟ شأن نزول كلامي شنو صار؟ أن هذا الإنسان لأنه كبير السن، لأنه عالم، لأنه من ذرية رسول الله، فيلزم علينا جميعا أن نحترمه. هذا الشأن نزول كلامي أنا، صح ولا لا؟ ولكن أنت تستنتج من كلامي هذه قاعدة، من كلامي هذا قاعدة كلية، يعني تروح لديوانية ثانية وثالثة وبعد طول عمر إن شاء الله بعد 50 سنة تتذكر هذا الكلام، أنه في السيد قال إذا أنتوا شفتوا في الديوانية طلع واحد كبير السن سيد معمم مثلا عالم احترموه. الشأن نزول كلامي كان هذا السيد الذي الآن إجا، صحيح؟ هذا مثال تقريبي، ولكن تستنتج منه شنو؟ قاعدة كلية. كل مكان، مو في الكويت، في أقاصي أفغانستان مثلا، إذا شفت في السيد كبير السن احترمه، فتصبح قاعدة كلية. هذه واضح، لأنه الآن لما نقرأ الآية يمكن تأتي إليك شبهة أنه شنو هذا. هذه المقدمة أتيت بها لنعلم أن كل آيات القرآن إذا قال لك المفسر أو كتب التفسير أن شأن نزولها هذا الشيء، عدة من الناس في قريش من الكفار المشركين أتوا إلى النبي واعترضوا عليه. طبعا هم ما يقولون يا رسول الله، يقول يا محمد هذا شلون أنت بشر؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنت سيدنا، هو صحيح هذا الكلام، لأن هذا العمل، لأنه كلما طرق عليك اسم النبي باسمه يستحب الصلاة عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. طيب قالوا أنت بشر، المفروض كان ملك ينزل من السماء حتى نقبل، يعني حجة حسب تعبيرنا، ما يريد يؤمن يأتي بحجج، كل يوم عنده شبهة. اليوم أيضا نفس الشيء، دائما نطبق الآيات على عصرنا، دائما هذا أسلوبنا في كل عام. الآن اللي ما يريد يؤمن بالله يأتي بشبهات، يروح وراء الأمور المشتبهة. والآن هذا الجهاز اللي شنو نسميه احنا، الجهاز المبارك اللعين أو اللعين المبارك، لأن لعنته أكثر من بركته، بس هم زين بها أشياء زينة. بس يا شباب روحوا دوروا على الأشياء الزينة مو على الأشياء المزينة. خب تفتح هذا الجهاز تشوف شبهات تأتي، يعني تقريبا يوميا عشرات الشبهات في هذه الأجهزة تلقى على شبابنا وفتياتنا، ما عندهم جواب. الجواب كله في القرآن موجود. من تلك الشبهات هذه الشبهة،
انتوا تريدون احنا نؤمن، بدل ان تبعث يا الله تبعث رجل، ابعث ملك. الملك عنده قدرات غيبية، قدرات تكوينية، طبعا النبي عنده ايضا، ولكن ليس مأمورا بالاستفادة من هذه القدرات، وإلا قدرات رسول الله أكثر وأكثر وأكثر من أكبر الملائكة اللي هو جبرائيل أو الروح القدس، معلوم هذا، ولكن لم يؤمر بالاستفادة من هذه القدرات. رجل يعيش مع الناس، يتيم قريش، ما عنده أحد، أبوه قد مات عبد الله سلام الله عليه جدنا الأكبر، وحده جاي يقول أنا نبي، أنا رسول من قبل الله إليكم، ما هي معجزتك؟ آلاف المعاجز، بس المعجزة الخالدة القرآن الكريم. طيب هذه الشبهة جوابها شنو؟ بلى، صلوا على محمد وآل محمد. جواب هذه الشبهة، اذهبوا إلى تاريخ الأنبياء، اسألوا كل مسيحي، كل يهودي، كل داودي، كل إبراهيمي، كل نوحي إذا صح التعبير، من آدم إلي أنا، يعني الرسول يقول بالقرآن، اسألوا، دائما كنا نبعث رجالا نوحي إليهم. ليش؟ فإذا صار هالشكل بعد الشبهة تزول. ليش؟ إذا أنا فقط كنت نشاز، كنت شاذا مثلا، كان حقكم. أما نوح شنو كان؟ كان بشر. إبراهيم كان بشر، عيسى، موسى، داود، سليمان، إلياس، كلهم كانوا بشر. هذه الآية تجيب عن هذا الإشكال، ولكن تؤسس قاعدة. الآن أشرح الآية كمصداق، بعدين نروح إلى القاعدة، والقاعدة مهمة جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك يا رسول الله، أعطهم الجواب. وما أرسلنا من قبلك يا رسول الله، قل لهم إحنا هذه سنتنا. وما أرسلنا من قبلك يا رسول الله، من قبلك إلا رجالا. ترى النساء ماكو، هذا أيضا يستفاد منه أن النبي يجب أن يكون رجلا، إلا رجالا نوحي إليهم. الفرق شنو؟ لا يوحى إلي وإليك وإلى أعظم مرجع، أعظم عالم، أعظم صحابي، حتى إذا كان من أهل البيت، إلا أن يكون نبيا يوحى إليه. نوحي إليهم، ما دام هالشكل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية نزلت في هذا المورد، ولذلك لما تروح إلى التفاسير يقول يعني فاسألوا أهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر يعني المسيحيين، علماء اليهود، علماء النصارى، اسألوهم عيسى هل كان رجلا أم كان ملكا، موسى هل كان رجلا أم كان ملكا. وهذا التفسير العادي لهذه الآية، ولكن القاعدة التي تؤسس من هذه النصف آية، فاسألوا، الفاء احذفها، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إرشاد إلى قاعدة عقلية عقلائية فطرية كل البشر يقبلها. شنو هذا؟ رجوع الجاهل، ملتفتين، رجوع الجاهل إلى العالم. الآن الدليل على أنه أنت يجب عليك تقليد المجتهد شنو؟ فقط هذا. علماؤنا، فقهاؤنا، طبعا روايات كثيرة أكو، الدليل القرآني على أنني يجب علي أن أختار مجتهدا لتقليده في المسائل الشرعية شنو؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء أجوا أيضا زادوا عليه،
قالوا لازم يكون عادل أيضا طبيعي. ليش؟ إذا مو عادل نخاف أنه يودينا الداهية. المرجع لازم يكون عادل طبيعي خو. بس رجل عادل وعالم. ليش؟ هو رايح 50 سنة مشتغل ومكتشف الأحكام الشرعية من الأدلة الأربعة. أنا ما رحت مثل ما أذهب إلى الطبيب. أنا شخصا مو طبيب، عندما أتمرض لا سمح الله أو أي واحد يتمرض شو يسوي؟ يروح إلى العالم. العالم منه؟ طبيب. أريد أبني بناية أروح إلى المهندس. أريد أشتري في شيء خاص تخصصي أروح إلى تخصصه. فهذا يدل على أن الإسلام يقبل التخصصات العلمية. أبو الفيزياء يفتي بالفيزياء، أبو الرياضيات يفتي بالرياضيات، أبو الهندسة بالهندسة، أبو الطب بالطب، أبو الفقه بالفقه. هذه قاعدة أسست من هذه الآية. بس الظاهر شنو؟ المصداق الأول شنو؟ يا أهل مكة، أيها اليهود، أيها النصارى، اذهبوا إلى علمائكم واسألوهم. الأنبياء اللي اجوا من إبراهيم، من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، شنو كانوا؟ هل كانوا ملائكة أو كانوا بشر؟ الجواب شنو؟ الجواب كلهم كانوا بشر، رجالا نوحي إليهم. ولكن المصداق الأوضح والمصداق الأجلى في زمن رسول الله وأهل بيته هم محمد وآل محمد. ففي الأساس هذه الآية أسست قاعدة عقلية أو أرشدت. كلمة أسست أصلا شوية مو علمية، أرشدت إلى قاعدة عقلية. القاعدة موجودة في عقلنا، في عقولنا كلنا. كل عاقل تسأله أنت إذا تريد في شيء ما تعرفه وين تروح؟ أروح إلى العالم بهذا الشيء. قاعدة عقلية فطرية يعني ما يحتاج إلى دليل. يسموه أوامر إرشادية مو مولوية. يعني شنو؟ يعني أنت مثلا صلاة الصبح لازم تصليها، كم ركعة يا رب أصلي؟ أو يا رسول الله يقول ركعتين. هذا مو إرشاد، هذا مولوي، أمر مولوي. ليش؟ لأنه عقلك ما يدليك على أنه ركعتين. ليش مو أربعة؟ ليش مو ستة؟ أنا ما أدري. المولى يعني الله، رسول الله، الأئمة، فقهنا دلنا على أننا نصلي صلاة الصبح ركعتين. هذا يسموه أمر مولوي. الأمر الإرشادي يعني شنو؟ يعني القاعدة العقلية موجودة في ذهنك أنت وفي ذهن كل العقلاء موجود بدون أي شبهة. الإسلام يرشد إلى هذه القاعدة العقلية. القاعدة العقلية شو تقول؟ رجوع الجاهل إلى العالم. هذا موجود في كل عقل، في كل فطرة. فأنت معناته أرشدت إلى قاعدة عقلية موجودة في ذهنك وفي ذهن كل العقلاء. خب هنا العلماء المفسرين الذين يستندون إلى الروايات يقولون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ظاهر هذه الآية تدل على أنكم اذهبوا إلى القساوسة، الحاقامات، علماء اليهود، علماء النصارى اللي يعرفون تاريخ الأديان، اسألوهم هل الأنبياء كانوا ملائكة أو كانوا رجالا نوح إليهم. هذا ظاهر الآية. ولكن عندما تأتي إلى روايات أهل البيت يقول صحيح، هذا شأن النزول، هذا المصداق الأول. أما المصاديق الأخرى، الذكر هو القرآن، الذكر هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فأساس هذه الآية فاسألوا أهل الذكر، يعني اسألوا أهل الكتب السابقة، أهل الإنجيل، أهل التوراة، ما يخالف.
لأن التوراة أيضا ذكر، ذكر يعني شنو؟ يعني يذكرك، يوقظك، يعظك. أيضا أهل الذكر أيضا القرآن، لأن في القرآن في نفس هذه السورة، الآن نقرأ آية أخرى، أن الذكر أتى بمعنى القرآن، وجاي في نفس القرآن الذكر بمعنى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث متواترة، أنا أقرأ حديث واحد عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أن الذكر هو القرآن وآل الرسول هم أهل الذكر. اسألوا أهل الذكر يعني اسألوا أهل القرآن، وأهل القرآن ليس إلا أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت تشيل كلمة الذكر، خلي مكانه شنو؟ كلمة القرآن. فاسألوا أهل القرآن، أهل القرآن منو؟ أهل البيت. شيل كلمة الذكر، خلي مكانه الرسول، اسألوا أهل الرسول، وهم ومن هو أهل الرسول؟ أهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أكو تفسير اسمه التفسير الاثنى عشري، أنا ما عندي طبعا ما شايفه، ولكن كتاب إحقاق الحق المعروف هذا ذاكر عنه، يقول 12 مفسر أكو للسنة معروفين هذولا، أبو يوسف بن حجر، مقاتل، وكيع، يوسف، قتادة، حرب، سدي، مجاهد، مقاتل ابن حيان، محمد ابن موسى، ابن صالح، أبي صالح، هذولا معروفين في التفسير عند السنة. أجمعوا كلهم نقلوا هذا الحديث عن ابن عباس أن أهل الذكر هو محمد، اللهم صل على محمد، هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، اللهم صل على محمد. واضح صار؟ إذا واضح كلش صلوا على محمد. نرجع إلى الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، الوقت ده ينتهي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يا رسول الله أكو شبهة يلقونها عليك أنه أنت مو ملك، أنت رجل، روح اسألوا أهل كل الكتب السماوية أنه كل الأنبياء كانوا رجالا نوح إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نوح إليهم بشنو؟ بالبينات والزبر. هذا باء، باء الجر، بالبينات والزبر، يرجع إلى نوح إليهم، نوح إليهم بالبينات، البينات عن الكتب السماوية، صحف إبراهيم، كتاب موسى، التوراة، الإنجيل، كل هذا. والزبر، الزبر عن الكتب، الكتب التي نزلت من السماء. وأنزلنا إليك الذكر، شنو وعدتكم؟ قلت سيأتي كلمة، ستأتي كلمة الذكر بمعنى القرآن، فاسألوا أهل الذكر عن أهل القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. هنا أنا جواب لمن قال كفانا كتاب الله. اي كفانا كتاب الله ما يصير، لتبين للناس. اذا الذكر يعني القرآن كان يكفي، بعد نبي من ردحنا قرآن اجا وخلص. لا، انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. نزل اليهم يعني القرآن جاي مكتمل، بس يحتاج إلى شارح، إلى مبين، ولعلهم يتفكرون. عندما أنت تبين يتفكرون ويصلون إلى الحق. انتهى هذا الموضوع. خلاصة كلامنا شنو صار؟ إرشاد إلى قاعدة فطرية عقلية، وهي رجوع الجاهل إلى العالم. بعد ذلك انذار. أفأمن الذين مكروا السيئات. السيئات جمع السيئة يعني المعاصي. مكروا شنو؟ التخطيط، الذين يجلسون في الغرف المغلقة ويخططون ضد رسول الله
وضد الإسلام اليوم، اليوم أيضا أكو غرف مغلقة مظلمة، هؤلاء يجلسون ويخططون ضد الإسلام والمسلمين. أفأمن الذين مكروا السيئات، شوفوا الكلمة جدا دقيقة، مرة يقول ارتكبوا السيئات، ارتكبوا السيئات، واحد يعصي يرتكب معصية، مكروا لا تخطيط، تخطيط مؤامرة، يجلسون ويتآمرون على الإسلام والمسلمين. واليوم احنا اتصور عندنا ما عندنا واي عندنا. أفأمن الذين مكروا السيئات، شي يصير أفأمن يعني هم مأمونين ماكو خطر عليهم، أن يخسف الله بهم الأرض. الله، هذه كلمة أن يخسف الله بهم الأرض قوية جدا. خسف يصير كلهم يرحون مثل ما صار لقارون مثلا، هذه وحدة. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. طبعا احنا هالكم يوم ان شاء الله ما كان عذاب، ان شاء الله كله يكون مطر، كله يكون خير. كنا يعني حقيقة نتأسف او ندعو لإخوتنا في كل هذه البلاد اللي اجت لهم عصير، الله يستر عليهم. ولكن عندما تشوف الصور والأفلام حقيقة الإنسان يهتز يعني. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، الله ينقذهم من العذاب وينقذنا جميعا إن شاء الله، إن شاء الله ما كان عذاب. أو يأخذهم في تقلبهم، تقلب يعني شنو؟ أنا رايح للحوزة، أنت رايح للجامعة، ذاك رايح للسوق، ذاك رايح للجمعية يشتري، هذا يسموه تقلب. كل واحد عنده تقلب بعد، من الصبح لليل أكو تقلبات، يروح إلى زيارة، يروح إلى أمه، يروح إلى سوق يشتري، يرجع يروح المدرسة، هذا يسموه تقلب. أو يأخذهم في تقلبهم، هم مشغولين بالسوق بالشراء بالدولار، صعد نزل. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. يقدر يعجز الله؟ فد مرة يروح. هذا ثلاثة. الرابع شوية بشنو؟ شوية بأمل. أو يأخذهم على تخوف، يعني يجي عذاب شوية لا سمح الله، زلزال يصير. أنا صاير شفت في مناطق اللي كنا لما يجي الزلزال الناس، أغلب الناس مع الأسف مو كلهم، يتوسلون إلى الله، يرجعون إلى الله، يذهبون إلى العتبات المقدسة، يذهبون إلى الدعاء، إلى الصدقة، إلى الاستغفار. هذا يصير تخوف شوية ما يجي العذاب فجأة. أو يأخذهم على تخوف، تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. الله أكبر. هذه الصفات والأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في ليالي القدر اقرأوا ولو بعض الجوشن الكبير. أنا لما أصل إلى هذه العبارة حقيقة أرتاح. يا رفيق يا شفيق، الله يرفق بعباده. يا رؤوف يا رحيم، يا أرحم الراحمين، شفيق رفيق. فهنا إشارة إلى رحمة الله. أو يأخذهم على تخوف، يعني اللي يخاف شوية يتوب إلى الله يستغفر، فإن ربكم لرؤوف رحيم. بعد ذلك يشير إلى آيات أخرى لله سبحانه وتعالى في هذا الكون. بسرعة أقرأ. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. هذا الفيء اللي تشوفه عجيب. أنت تجي تقف هكذا أمام طلوع الشمس، عندما تقف والشمس تطلع يصير عندك ظل، انت او شاخص او بناية او اي شيء. الظل يكون الى نصف النهار يسموه ظل، ظل، والجمع شنو؟ ظلال. عندما ينتهي ويتغير يعني الشمس تصل الى منتصف النهار، بعدين شنو يصير؟ شوية شوية الظل يصير سنتيمتر، بعدين متر، بعدين اكثر يمتد. هذا يسموه الفيء، والجمع أفياء. هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن نعم الله علينا أيضا.
إلى الآن مفكرين فيها يا شباب، أن الفيء والظل نعمة. إذا كله كان شمس، فيء ما كان، ظل ما كان، ظلال ما كانت، الدنيا كانت تحترق أصلا. لأن الشمس إذا تسطع على مكان دائم 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 صير حرارة بعد. أما الظلال من الأشجار، من البنايات، من الإنسان حتى نفسه يصير عنده ظلال. هذه من نعم الله يشير إليها في هذه الآية. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، أي شيء، يتفيأ ظلاله، يعني تدريجيا يجي الظل يصير فيء، عن اليمين والشمائل. لأن الفيء لمن يجي الشكل هم على اليمين يصير وهم على الشمال، الشمائل جمع الشمال، يجي وإلى أن يطول درجة درجة سجدا لله. نحن نعتقد بإرشاد القرآن أن كل ما في الكون يسجد لله، بس إحنا ما نعرف طريقة سجودهم. سجود مو معناته أن تجعل جبهتك على التربة، لا مو معنى هذا، يعني الخضوع. الشمس ساجدة لله، القمر يسجد لله، البحار تسجد لله، كل ما في الكون يسجد لله، سجدا لله وهم داخرون خاضعون. بس يبقى واحد اللي ما يسجد، البشر المعاند. ليش؟ لأنه خلق مختارا حرا، الله جعله هكذا، ومو هو بكيف صار حر، حر ومختار، بأمر تكويني من الله صار حر ومختار. وهم داخرون خاضعون، ولله يسجد ما في السماوات والأرض، مو بس الفيء والظلال، كل ما في السماوات والأرض تسجد لله، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كل ما يدب على الأرض يعني يتحرك، حيوانات، حشرات، بشر، كلهم يسجدون. والملائكة، الفرق أن الملائكة لا يستكبرون، ونحن البشر نستكبر مع الأسف. والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم، يعني الأوامر اللي تأتي من العلي الأعلى، ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة يخضعون ويفعلون ما يؤمرون ومن دون تكبر. طيب، هذه الآيات القرآنية في سورة النحل وفي غير سورة النحل متنوعة تجي دائما، يعني منا توحيد، منا آخرة، منا موعظة، منا إنذار، منا بشارة، كلها منا قاعدة عقلية، فاسألوا أهل الذكر. فإحنا لازم أن نشكر ربنا أننا نسأل وقد سألنا أهل الذكر، أي أهل محمد صلى الله عليه وآله. الموعظة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. احنا الآن قرأنا بعد الخسف مصرع سوء، الفيضانات مصارع سوء، الزلازل مصارع سوء، نستجير بالله، الأمراض والأوبئة الفتاكة مصارع سوء. كيف نتقي هذه المصارع؟ خاصة إذا كان عذاب إلهي، هذا يسمى مصارع السوء. المرض لا، المرض طبيعي بعد، الإنسان يتمرض. صنائع المعروف، كل معروف أنت تستطيع أن تصنعه، هذا يسموه صنائع. صنائع المعروف يشمل كل معروف، من السلام على والديك. اليوم جاني واحد قال أبويا كان في المستشفى، لطيفة هذه، أنتوا يا شباب تعلموا. يقول أبويا كان في المستشفى آخر حياة، قال إلا تودوني برا. قلنا له ليش بابا؟ إجا الطبيب، قلنا له، قال يعني هو الآن ماكو أمل، كيفكم تريدون تأخذوه بعد أو آخرها؟ قال أريد أروح أزور قبر أمي. فكيف إذا كان الوالد والوالدة أحياء؟ يا شباب يا إخوة، الوالدان الوالدان، وإذا ماتوا
أيضا ترحموا عليهم. هذا واحد من من صنائع المعروف. الصدقة صنيعة المعروف. السلام على الآخرين، لما تروح إلى مكان سلم عليهم أنت تحصل على ثواب. يقول السلام أنت تحصل، الواجب هو واجب بعد، رد السلام واجب، بس الحسنات تجي لمن؟ للذي يبدأ بالسلام. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقاية تصير. والصدقة الخفية، أنا مجربها، يجوني ناس بالمؤسسة يقول أحد لا يعرف تراها، ما أريد أحد يدري أنه اسمي ما تكتبه هناك. صدقة خفية. والصدقة الخفية تطفئ غضب الله. الله أكبر. غضب الله يعني شنو؟ يعني عقاب الله. إحنا نسوي معاصي بعد، تدفع صدقة تطفئ غضب الله. وصلة الرحم اللي حكينا البارحة حوله، وصلة الرحم زيادة في العمر، وكل معروف صدقة. في اليوم واحد من البلدية اجى عندي قريت له هذا الحديث، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إماطة الأذى يعني تشوف قشر موز مثلا انت شيله خليه بالدرام، ليش؟ لأنه يمكن واحد يجي يتزحلق. إماطة الأذى حتى هذا صدقة. وكل معروف صدقة، هذا خلاص. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الله أكبر. يعني شنو؟ هناك أكو ناس أصلا علاماتهم هذا يسمون أهل المعروف. ليش مسوين معروف الدنيا؟ وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وأهل المنكر يستجير بالله، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. وأول من يدخل الجنة طبعا بعد فاطمة سلام الله عليها، بعد الأئمة، بعد هذولا، وأول من يدخل الجنة هم أهل المعروف. صلى على محمد وآل محمد. اللهم اجعلنا من أهل المعروف، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عواقب أمرنا إلى خير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 سبحان الله 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 الله.